نحن أمام يعني تعقيد قانوني وتعقيد ممكن أن نقول عليه خطير جدا جدا، يمكن أن نتحدث عنه بالتفصيل. ما حدث هو أن وزارة المالية برئاسة جبريل إبراهيم كانت قد حاولت تعيين 5 من المراجعين الداخلين إلى هيئة الموانئ البحرية، وهو ما أثار مشكلة كبيرة جدا جدا بعدم تبعية هذه القرارات لوزارة المالية. لكن دعينا نعود إلى الخلف قليلا. في يناير 2023 تم إجازة قانون التعديلات المتنوعة على الولايات المالية على المال العام بصورة كانت ممكن أن نقول عليها غير قانونية أو دستورية، لسبب بسيط جدا جدا، أن هذا القانون قانون التعديلات المتنوعة هو يجب أن يكون برعاية صندوق النقد الدولي الذي يجب أن يراعي وصول الدولة لنقطة الإحفاء مثلا. لكن ما حدث هو أن هذا القانون سحب صلاحيات كبيرة جدا جدا من مجلس الوزراء ومنحها لوزارة المالية، من ضمنها مجلس أو هيئة أو ديوان المراجعة الداخلية الذي يختص بمراجعة الوزارات والهيئات الحكومية القومية. هنا هذا الأمر عندما حدث، أظن أن هيئة الموانئ البحرية لم تكن تعلم بهذا الأمر في ذلك الوقت، لكنه قام بثلاث أشياء مهمة جدا جدا. أول هذه الأشياء أنه كرس لسلطات كبيرة جدا جدا في يد جبريل إبراهيم كوزير المالية، وهو أيضا في ذات الوقت هو وزير مالية في سلطة انقلابية، يعني لا يملك هذا الحق في المقام الأول لإجازة هذا القانون. الشيء الثاني أنه منح كل شركات الجيش الاستغلالية أو عدم التبعية لولاية المالية على المال العام. نعم. وقام أيضا بتعديل قانون الشركات الحكومية وبعض التعديلات التي طالت البنود المالية لقوة الدعم السريع في ذلك الوقت. هنا هذه المشكلة عندما حدثت ظل الجميع يتعامل مع البرهان بأنه رئيس مجلس السيادة، من ضمنهم مسؤول الموانئ البحرية، ويتعاملون مع جبريل إبراهيم على أساس أنه وزير المالية. إذن عندما قام وزير المالية جبريل إبراهيم بمسماه يعني وزير المالية في هذه السلطة الإنقلابية باستصدار هذا الأمر وفقا للجوء لقانون المراجعة الداخلية 2010 و 2011 ولوائحه، كان الأمر بالنسبة له أمر قانوني وأمر مرجعي. لكن هنالك حالة نرجع بها للعام 2016 في عهد وزير النقل المكاوي محمد عوض، وهي المحاولة الأولى التي كانت منه لتخصيص الموانئ البحرية. هذه الحالة قانونيا تثبت أن الموانئ البحرية تتبع لوزارة النقل والطرق والجسور وليس لوزارة المالية، مما يجعلنا نتساءل في المقام الأول لماذا قام جبريل إبراهيم بهذا الأمر.